وفي فقرة مراسل البرنامج كورة، لاعب نادي الطلبة حمزة عدنان يستطلع آراء لاعبي الأنيق بطريقته الخاصة. نشاهد. تعال 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 بس تعال شو وقت الزين بسفنج مارا بسفنج بصراوية. انتظروا راح يكون مراسل في برنامج كورة وراي. وين السفاح القادم حبيبي كابتن؟ شنو بس السفاح القادم حدثني حبيبي كابتن. عيونك وين؟ يمك. حبيبي سالم راسك شلونك؟ شلونك حبيبي كابتن؟ اخبارك؟ بيت شعر من الناصريه. بيت شعر والله ما حافظ يا كابتن. والله ما حافظ والله ما يخاف. وين شعر دي على لازم تتشرك؟ بيت شعر اغنيه صغيره. لا يقول له مو شرط التحبه تلتقى وياه. الله الله كبير حبيبي. لبنان حبيبي كابتن تقربوا علينا. لبنان حبيبي. لبنان شلونكم هاللبنان؟ خلنا نوقف بالنص. شنو اخبارك حبيبي؟ الحمد لله كثر خير. كيف الاجواء هنا؟ والله غير مرتاحين. الحمد لله كثر خير الله. يعني كل الامور ايجابيه وانتم خير وبركه والله. حبيبي حبيبي والله على دوره سعوده. كيف الاجواء هنا؟ اوه ما في احلى منا. بين احنا قاعدين بين اهلنا وناسنا. حبيبي حبيبي كل الهلا بيكم بيننا وناسكم. السلام عليكم. حمزه وقاع المهاجم الشرس. تعال امجد. تعال. شو امجد؟ خبرني البارحه موعدنا على برص وما جاني. شغلاتكم هواي. اي زعلان عليه. حدد لنا شنو هي الشغله. لا هي شغله يعني مو بس قلت له قال اجيكم. وصلنا الختام ان شاء الله. مع السلامه. باي.